نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا يا كابتن. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي من كبار كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال. يا اهلا بيك كابتن. منورين يا كابتن. منورين. مبروك النادي الاهلي يا كابتن، وهارد لك لنادي الطلائع. بلال، قبل ما نروح للحكم النهارده محمود البنا، خلينا احنا نتكلم بصراحه بامانه. النهارده البنا مش في الفورمه. طب حد يسالني ليه؟ التفاصيل عندنا. اول مره تقول عليه كده. كابتن، النهارده الحكم زي اللاعب. النهارده بنشوف النادي الاهلي النهارده بيريح لعبته نتيجه اللعب. كابتن بلال، اللعب كتير بتيجي فتره بيبقى عندك اجهاد، اجهاد بيؤدي الى عدم تركيز، وبالتالي النهارده اول مره النهارده بنشوف يا بلال ان الفار بيتدخل بالقرارات. شوف النهارده عقوبات انضباطيه كتير يا كابتن اسامه، انذارات هنا وهنا. تستحق. مستحقه، ما بتطلعش. لا النهارده بنا كان النهارده خارج الفورمه. وبقول له يا بنا، انت حكم من الحكام الدوليين اللي مصنف. اتبلغت المباراه وانت مجهد، اعتذر. انما انت ما تضيعش تاريخك اللي انت بتشتغل عليه فتره في هذه المباراه. النهارده النادي الاهلي كسب. اخطاء النهارده موجوده يا بلال في حاجات كتيره جدا، سواء في التحركات، في القرارات الفنيه داخل منطقه الجزاء. يعني بنا النهارده انت لولا الفار في لعبه ركله جزاء، وفي لعبه ثانيه، وفي لعبه ثالثه، حاجات كتيره النهارده بنا ما كانش ده مستواك. بديك نصيحه، وانا يمكن انا من حكام من الناس اللي بحبك، لابد انك انت تراجع نفسك، لان اللي جاي اسمك مهم جدا جدا في الفتره اللي جايه. طاقم التحكيم النهارده البنا معاه احمد صلاح من القاهره، وائل شعبان من اسكندريه، عاطف حسين من القاهره. نروح لحكام الفار لو معانا اللقطه بتاعتنا، طارق مجدي ومصطفى عطيه. اول حاله معانا يا كابتن بلال، نمشي واحده واحده. شوف هنا الحاله دي مهمه جدا جدا، وهنمشي نحللها بامانه يا كابتن عادل، وهقول لك هنا هل القرار هنا انذار مستحق ولا كان يجب تدخل الفار في هذه الحاله. شوف هنا البنا هنا ادى اصفر، ونشوف هنا خلي بالك هنا بالبطيء، هنا احنا عاوزين اللعبه بالسريع. ستوب، هات لي بقى سن الحذاء. سن الحذاء، بص يا كابتن، التحكيم وتعليمات الحكام يا كابتن عادل، الوجه منطقه حساسه غير محميه، غير الصدر، غير القدم، غير 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 كل الكلام ده. هناك فرق بان سن الحذاء يروح في الوجه، منطقه حساسه وضعيفه جدا، وان سن الحذاء او الشكل ده يروح في الجسم يا كابتن بلال. وانا شايف هنا هنا في هذا القرار البطاقه الصفراء مش كافيه، وكان لابد من طارق مجدي يستدعي الحكم. هنا بتختلف التقديرات. لان انا هنا القوه المستخدمه، سيبك من اللعبه، هو بيلعب. في فرق بان انا اروح بوش الحذاء او اروح بسن الجزم وسن الحذاء. فين؟ في الوجه. الوش. في الوجه. كان يجب تدخل طارق مجدي. الفار. الفار كان لازم يتدخل. انا شايف ان الحمراء كانت وجوبيه. وجهه نظري وده رايي. طب خلينا بالمره نطمن الناس على كابتن مصطفى شوبير. هو خد جرح قطعي في الجفن، وتم عمل غرزتين، وبكره هيتعمل له فحص طبي. السؤال هنا يا كابتن، هنا بنقول لك ايه؟ القانون مش انا كابتن علاء، القوه المستخدمه في الوش لما تكون ضئيله اصفر. تاني، ده القانون ماده 12. القوه المستخدمه لما تكون ضئيله اصفر. هنا القوه هنا ايه؟ سن الحذاء في الوش، مش ضئيله خالص، مش ضئيله. السؤال الثاني، انا النهارده بالرجل دي كابتن، انا بلعب كره، هنا الكره بتتلعب بالراس وليس بالرجل. يعني انت كلاعب حتى وشبير طالع فوق، خلي بالك يعني طالع مسافه كمان، وبتروح بسن الحذاء في الوجه. هنا بطاقه حمراء، ونقول ان هنا بطاقه حمراء كان يجب تدخل الفار فيها. كابتن، دي اول حاجه. حتى لو هي اهمال، حتى لو مش قصد، يعني لو حتى لو مش قصده. ايوه انا اقصد كده، يعني انا مش حتى لو كابتن بص، هنا في اذى ولا مفيش اذى؟ في طبعا. ممكن انا كلاعب ما اخدش بالي من اللي جاي والعب. أيوة، بس انت اذيته. هنا انت مخطئ ايضا انك انت لعبت باهمال، حتى لو انت ما انتش شايف المنافس اللي جاي، لكن هنا المخالفه موجوده. هنا بطاقه حمراء مستحقه لم تشهر لاسلام محارب. وماشيين بمعيار واحد يا بلال، مفيش مجاملات لحد. خلينا نروح للحالة الثانية. ستوب. أنا بس يعني حد يقول لي يا بنا، لما لقيت تطلع بالشكل ده في الوضعية دي وتمنع الكرة، هنا بنقول إيه؟ منع تسجيل هدف محقق
نتيجه مخالفه لمس الكره باليد يا بلال. هنا التفصيله هنا كان يجب على البنا. وانا قلت انا بعذرك انت ما شفتش. هقول لك ما شفتش ليه يا كابتن بلال؟ في 2 3 لعيبه قدامه هنا اللعبه دي، ادي واحد ادي اثنين، هو هنا عشان تشوف تروح فين. احنا بنطور اداء الحكام يا كابتن علاء، لو انت حكم في هذه اللعبه تروح فين عشان تشوف؟ لازم اتحرك. تتحرك فين؟ هتيجي هنا كده شويه زي يمين صح يا كابتن اسامه؟ كابتن عادل يعني كده اوضح. فهنا بقول ايه؟ لو الفار مش موجود، لو الفار النهارده، وانا بقول يا بنا دايما كنت انت في الماتشات ما بتحتاجش الفار، النهارده انت احتجت الفار كتير. انت النهارده بنا ما اوقفش كده مكاني لان هنا في لعبكه وفي شغل كتير. بتنقل من هنا باجي هنا عشان اشوف المخالفه دي. مخالفه ركله الجزاء طبعا مفيش فيها كلام، فار هنا كان طارق مجدي قراره. طب يا كابتن اللاينز مان ما كانش اديها له؟ ممتاز يا كابتن، احييك يا كابتن واسقف لك كابتن اسامه. لان الزاويه هنا بنقول التعاون يا كابتن. انا كحكم ما شفتش نتيجه تمركزي خاطئ، اللعيبه حجبت عليا، احيانا بيبقى الحكم مظلوم في اللعبه. طب انت يا عم المساعد رقم واحد بالظبط، ما تساعد بالقرار، اعتبر ان دي مفيش فار يا كابتن. يا جماعه التحكيم اصله الحكم في الميدان وليس الفار، لابد ان احنا نحط ده في دماغنا. ما ترتكنش على الفار سواء كان حكم او حكم مساعد. بكلم او برد على كابتن اسامه، كان يجب هنا تدخل المساعد، الحكم المساعد، لان دي لعبه ايه؟ خلاص الكره داخله جون، الراجل حط ايده والايد في وضع غير طبيعي، وبالتالي هنا تدخل فار كان تدخل سليم. وكنت اتمنى كابتن اسامه ان المساعد الاول يخش بالكره في هذه الحاله. دول حالتين يا كابتن بلال، عشان اقول لك ان النهارده الاجهاد مع البنا كان مخرجه خارج الفورم. اللي بعد كده اللعبه اللي جايه، وهي نشوف هنا هل في مخالفه بتهور ولا لا. كابتن علاء هنا الحذاء والاسترز بينزل ايه على كعب، كعب. هنا تفصيلتها ده تهور، كان يجب هنا اشهار البطاقه الصفراء للاعب النادي الاهلي هنا للتهور، وهنا باين الحذاء نازل على كعب اللاعب، وبالتالي هو احتسب المخالفه فقط. دي من ضمن القرارات اللي راحت من البنا في هذه المباراه. اللي بعد كده الحاله اللي جايه دي مهمه جدا، وهنا المساعد رقم واحد ستوب. كابتن الراجل ده معدي رايح فين؟ الراجل الاحمر معدي هيروح فين؟ كمل ويعمل هجمه خطر، هجمه واعده مظبوط. ليه؟ هعدي هخش يبقى عندي اوبشنز، يعمل بالعرض يخش واكمل معمل باص على الجون. هنا تعطيل هجوم واضحه جدا جدا، كان يجب هنا مع المخالفه اشهار الصفراء للاعب الاهلي. وهنا كمان بيشوط الكره بعد صفار يعني لما تديله انذار على دي سما ياسر ابراهيم، تديله انذار على ان هو بعد الصفاره شوط الكوره. ادي تاني انذار رايح من محمود البنا، ده نتيجه الاجهاد نتيجه عدم التركيز. اللي بعد كده نفس الحاله، وبنتكلم في الدخول بتهور هنا او هنا، ما عندناش مشكله خالص. دي بقى حاجه غريبه جدا، دي تمشي تعطيل هجوم وتمشي تهور. نروح للحاله اعترض كمان نشوف نشوف احنا هجينا معترض تمام. نمشي هنا ثم الدخول وليس على الكرة، ولكن هنا الدخول هنا من واحد على القدم من تحت تمشي تهور. ايضا لو فتحنا الكادر هنلاقي الراجل ده رايح هجمه واعده، ثلاث انذارات بامانه النهارده مفقودين في هذه المباراه. الحاله بعد كده ايوه معايا بقى معلش ستوب بس. البنا انت شايف ولا مش شايف؟ شايف شايف رؤية واضحة بالنسبة لي كابتن بلال. كابتن طبعا شايف رؤية أسامة. أيوه طيب أنا بقول لك إن الحكم أحيانا بيعمل مشكلة لنفسه. هنا الكرة مع لاعب طلائع بيلعب رمية التماس مظبوط، لاعب النادي الأهلي النهاردة مع الكرة رماها في الملعب. البنا أنت شايف الواقعة من البداية صح، عارف على أثر القرار الخاطئ إيه اللي حصل؟ أشهر ثلاث بطاقات في هذه اللعبة صح مظبوط. ليه؟ التحكيم الوقائي هو انك انت تمنع الحدث قبل ان يقع، قبل وقوع. خلاص انت شايف ان هنا في لاعب رمى كره، هذه الكره تدخلت في اللعب، بصفر بشهر البطاقه الصفراء واخلص بالظبط واحتسب المخالفه. ولكن نتج عن ذلك ايه يا كابتن؟ نمشي بقى ونشوف. هو البنا هنا بص يعني هيروح ستوب، هو رايح طلع الكره بره، رايح البنا خد خطوتين يطلع يطلع الكره بره. طب ما كان من اول يا بنا بتصفر وتحسب المخالفه وتدي البطاقه الصفر. نمشي بعد كده اللي حصل نشوف
بقت هجمه للنادي الاهلي. خلاص بقى انت كده اللعب هنا للنادي الاهلي. الكره جايه منين؟ لعيب طلع على الجيش. لعيب طلع على الجيش. اوكي؟ راح موقف. نمشي. 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 نرجيح. عمر سليمان باخد انذار ليه؟ مش فاهم. ادي واحد. عبادر خد انذار ليه؟ ما هو انت يا بني اللي سببت ده كله. انت كحكم كل الكلام ده انت سبب فيه. نتيجة انك انت قرارك في الاول كان يجب انك انت تحسب من الاول. هنا السولية خد انذار، ما اعرفش خده ليه بصراحة. عشان شات الكرة يا كابتن. ما شاتش الكرة. شات الكرة الثانية. طلعها بره. ده بيطلعها بره. ايوه يعني انا عاوز اللعب يستمر. عشان شات الكرة طلعها بره. يعني هنا السولية خد انذار. اه والله. نرجع تاني. طب كده اشوف يعني هو بيطلع الكرة بره اداله انذار. معلش سامحني انا سامحني. لو رجعت الكرة تاني، لو رجعت الكرة تاني من الكادر الواسع هنشوف الكادر الواسع وجاي اهو. خد بالك. اه خد بالك بقى. خد بالك شوف تاني هنا. خد بالك السولية طلع الكرة عشان الماتش يمشي. ايوه ايوه الكرة شوف عشان الكرة معانا. خد بالك عشان طلع الكرة. بص يا كابتن بقى الكادر الواسع معلش. السولية لم يخطف الكرة دي. لا لا خالص. نشوف يا كابتن هنا. هنا هنا ماشي. بص يا كابتن. بص السولية بقى. بص يا كابتن. كابتن بص. لا مش لا لا السولية ما طلعهاش. لا لا لا. اهو لا السوليه مش واجد قفشه. لا يا كابتن فين السوليه يا كابتن؟ فين فين؟ لا يا كابتن قفشه. ده قفشه قفشه. ادي لاعب الجيش اهو. قفشه ده اللي لعبه كابتن بلال. عشان بيعترض كابتن بلال. كان بيعترض هنا قفشه اللي طلعها. هنا قفشه بيطلعها بره. خلاص يعني هي تطلع بره. لا يعني شكلها كورتين في الملعب. السوليه ما طلعتش يا كابتن. انا رايح لسه رايح قابلني بالصفره. كابتن ايا كان المخالفه انا بقول النهارده كنت تحسم الكلام ده يا بنا. لو قلنا من الاول خالص حسبت اديت انذار القندوسي كان يجب ان هو يتم انذاره. هنا ادى سوليه عبد القادر القندوسي لاعب طلع اربع انذارات في حاله كان ممكن تدي انذار واحد بس. اللي بعد كده الحاله اللي جايه ونشوف هنا مطالبه بركله جزاء لاسلام محارب. شوف يا كابتن هنا الراجل بيعترض. شوف هل في مخالفه ولا لا. واحنا هنا يا كابتن احنا بنتكلم على حسب اللقطه. قول لي بالله عليك ولا حد لمسه. قول لي بالله عليك هنا في مخالفه؟ لا. هنا حتى كمان اللقطه انا كفار نتكلم فير. فين اللقطه اللي انا اقول ان انا اجيب الحكم فيها في مخالفه؟ يبقى اذا انا النهارده هنا في تنافس على اللعب، تنافس على الكره. نشوف شايفين ان هنا لقطه لم توضح اي شيء، وبالتالي انا شايف ان هنا القرار استمرار اللعب نتيجه ان ما عنديش لقطه واضحه اجيب فيها حكم المباراه. اللي بعد كده تمام. دي كانت اخر في البدايه. انا قلت يا كابتن بلال اجهاد عدم تركيز. مباراه النادي الاهلي خلصها النهارده 2-0، ولكن لو الفار مش موجود النهارده في ركله الجزاء والامور تعطلت اكيد النهارده قرارات التحكيمه كانت هتبقى مؤثره في نتيجه المباراه. بقول كلام لكل حكامنا من خلال قناه النادي الاهلي المحترمه. احنا بنطور اداء الحكام. من فضلك انت حكم ليك اسمك حكم كبير او دولي، عندما تسند لك مباراه وانت ما انتش جاهز اعتذر عنها مفيش مشكله. نتمنى طبعا التحكيم المصري. النهارده عندنا امير عمر كابتن ايمن بيلعب نهائي كاس زامبيا، ودي حاجه جميله جدا. معروف النهارده وعمر الشناوي موجودين في كاس العالم. احنا نحافظ على حكامنا يا جماعه من فضلكم. رساله لجنه الحكام نحافظ على حكامنا مهم جدا جدا، وامتى ندفع بيهم وامتى ما ندفعش ده في الفتره اللي جايه. بشكرك كابتن ايمن. شكرا جزيلا كابتن. ابرز الحالات اللي كانت معاك. شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا كالعاده. شكرك جدا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الجوله رقم 22 او المؤجله من الجوله رقم 22، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 ومواصله تربعه على الصداره منفردا. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه، وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي مشرفيني النهارده، شرفونا وامتعونا كابتن علاء ميهوب. شكرا يا كابتن. شكرا دايما. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره وثلاث لقاءات مهمين، وان شاء الله الاثنين ثلاث لقاءات مهمين يا رب ان شاء الله. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرفتني. شكرا كابتن ربنا يخليك. وبس عايز احيي كابتن عادل لان النهارده بختار مصطفى شوبير، والمره اللي فاتت اختار علي لطفي. علي لطفي يعني هو بيساند للدعم والمساند. طبعا حراس مرمى النادي الاهلي ويستحق يعني. طبعا يستحقه طبعا يعني في غياب الكبير طبعا العملاق محمد الشناوي يعني. صحيح كابتن. شكرا كابتن. كابتن اسامه عربي شكرا كابتن شرف. شكرا يا كابتن ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله عقبال الماتشات اللي جايه
يا رب. من مكسب لمكسب ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا. شكرا كابتن والحمد لله المباراه عدت بسلام. لسه مباراه ونشتغل على افريقيا بقى ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو التحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق التحيات.